ندخل لهذه التصفيات بجيل جديد ربما يخوض المرحلة الأولى والمرة الأولى لي بالنسبة لي هو في التأهل لكأس إفريقيا. هناك رغبة وهناك طموح لهذا الجيل الشاب، لكن كيف تبدو الطريق اليوم؟ من الجيد واللي شفناه يعني حتى في الفترة السابقة أن يكون عندك تركيبة للاعبين صغار السن لفترة طويلة تشتغل عليها، ولكن احنا اليوم في الفترة الماضية كنا ننافس في تصفيات مؤهلة لكأس العالم، وقلنا أكيد مش حيكون هدف أنك أنت تترشح لكأس العالم، خلينا نكونوا واقعين وتكلموا بواقعية أكثر. إلى أن وين توصل توصل، ولكن اليوم عندك بطولة تصفيات الأمم الأفريقية من في خلال 24 فريق. ليبيا تكلم أستاذ مصطفى في البداية قال المفروض أن ما نكونوش متغيبين على المرة الرابعة ب 24 منتخب، يعني الأمر أسهل مما سبق. لكن اليوم لما نتكلم على منتخب نفس الأسماء يعني الموجودة، ما فيش يعني كل فترة بفتراتها اللاعبين المتوهجين هم اللي تم اختيارهم من خلال الدوري، أنت عندك دوري يلعب، عندك لاعبين محترفين، يجب أنك أنت تشتغل على أنك أنت تكون عندك توليفة كاملة إضافة إلى مدرب شهر 9 ينتهي عقد متاعه. اليوم هل أنت تستمر في مع هذا المدرب أو أنك أنت عندك استجلاب لمدرب آخر؟ يعني المفروض أن الأخوة في اتحاد الكورة يكونوا عارفين بعد شهرين ميتشو حيكون موجود أو لا. ليش قلت لك أنا اليوم البطولة في أفريقيا رغم أننا هنا تكلم سيد مصطفى قال يعني مجموعة ما هيش مجموعة سهلة، هي مجموعة صعبة. لما تسمع الأسماء أنك أنت رواندا وبنين تفتكر ان المنتخبات هذه ما زالت هي المنتخبات اللي كانت في 2000 وفي 2001 وغيرها ولعبنا لها وكنا نتفوق عليها بالاربعه يعني بسكور عالي. اليوم لا، تغيرت لان الناس هذه اشتغلت، ناس اجتهدت، ناس عندها استمراريه في العمل، الان اصبحت منتخبات يعني تضاهي المنتخبات القويه. لما نتكلم على رواندا وبنين في موجود نيجيريا في تصفيات كاس العالم، نيجيريا ترتيبها الترتيب الأخيرة وبنين ورواندا هي الترتيب الأول على المجموعة في 4 مباريات، هذا يعطيك يعكس المستوى اللي فيه هذه الفرق. إذا أنت راو في أفريقيا أحيانا من لا تتوقعه يحدث في أفريقيا. ما تقولش أن أفريقيا يعني منتخبات قوية، مرات تربح فريق قوي، فريق زي النيجر وزي الكاميرون، وتخسر عادي مع فرق زي بنين ورواندا كويس. والفرق الصغيرة هذا غرش سمير راو في 2000 تختلف على أن كم سمير صح بهت الفريق الرواندي والفريق البنيني بلاش فريق النيجيري، كم عندهم لاعبين محترفين في أوروبا من اللي بيلعبوا ضدنا. في فرق قوية، ماهوش احتراف شكلي، احتراف حقيقي. اثنين، أنا دائما تزعج فيها كلمة منتخب شاب. منتخب شاب، متوسط أعمار المنتخب الليبي كم؟ 26 27 سنة متوسط أعمار. شاب بنظرة المجتمع الرياضي الليبي. قصدي لم يعهد هذا الجيل من قبل ربما. لما تقول لي 26 27 ترى تعديت، أنت شفت في أوروبا الآن بطولة أمم أوروبا لاعبين 17 سنة و 18 سنة يلعبوا في أقوى بطولات العالم، ثاني أقوى بطولة بعد كأس العالم. ليش أستاذ عبد الرحيم سامحني معلش، ليش تكلمت أنا قلت لك أنك لازم يكون عندك منتخب لاعب المتوهج في الدوري هو اللي تاخده؟ ما نقعدش أنا دائما عندي هي نفس المجموعة بنلعب بها لمدة سنة وسنة ونص وسنتين، هي نفس المجموعة، مصاب ناخذه معاي، مستواها متدني ناخذه معاي. لا، يعني أنت ما دام عندك دوري قائم فمن خلال الدوري أنت تاخذ المجموعة متاعك. باب المنتخب مفتوح لكل لاعب في أي لحظة حتى يبدأ في تنافس، أنك أنت تخلق التنافسية بين اللاعبين، كل لاعب يبدأ يفكر أنه هو يكون موجود في منتخب الوطن.